اوكي، ما انت قلت خلاص. لا ما ينفعش اقول فين في مدينتي يعني. ولا انا برضو ما ينفعش. لا عايش عايش. لا ان شاء الله نبقى نتقابل يعني. انت ايه بقى، انا عايزه اعرف، انت يعني ما شاء الله عليك، يعني انت محبوب وكده، عايزه اعرف انت طلعت ازاي، عملت ايه، محتواك ايه؟ والله بصي، تيك توك هنا مدينا سيستم، على قد ما هتتنازل على قد ما هتوصل. تتنزل ازاي يعني؟ يعني تتنازل عن مشاعرك احاسيسك، لاني طبعا في بتلاقي ناس بتنتقدك، فلو انت تنزلت عن مشاعرك طبيعي طبيعي، بص، في ناس بيحبوك وطبيعي الناس بيكرهوك، الضريبة، الشهرة برضو ليها ضريبة. بس خلي بالك، بعد انا اللي بيكرهني ابن الناقصه، بس عشان كده بجد، هتلاقيهم قليلين قوي. الحمد لله. هو ليه عندي بيكتبولي منصور؟ ما اعرفش بقى، بس ما تقوليليش، انجز، قول قول قول. ما تركزيش مع الحاجات دي، ده انت بتخربيها وانت مش واخده بالك، مالكيش دعوه بالكومنت خالص. your son ايه 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 your يرسل son يعني ايه بقى؟ ابنك. لا انا مش متجوز اصلا، انا 26 سنة، 27 سنة جاد يعني. كلك نظر بقى. يا الله، انت محتواك ايه بقى؟ والله انا كنت طالعة بترند اللي هو معاذ بزده ولا بس ده. لا بالزينة. طلعت بالترند ده، وبعديها انا اصلا قبليها تيك توكر، بعمل توتوريال ميك اب، بنصح نصايح، فيديوهات ليبسينج كده. لا ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك، انت ان شاء الله هتنجح هنا في البرنامج، خدها مني انا ثقة ان شاء الله بإذن الله. اول ما شكرا. نتجوز هنخبط ترند ابن حرام، مين قالك ان احنا نتجوز؟ ما لازم تبدأ بخطوبة في الاول يعني. تعارف الاول بعد كده خطوبة يعني، الحاجات دي يا جدعان انتوا عارفين نبقى رزقها طبعا يعني، مش لازم نسابق الواقع يعني، خليها ماشية والمركب ان شاء الله بإذن الله، واللي فيه الخير قدمه ربنا، بس انتوا بتشتروا راجل وانا مش هقصر ان شاء الله باذن الله يعني. ما تقلقيش يعني، انتوا حاطين ايديكم في ايدين واحد يعني ماله هدومه. ايه اكتر حاجة نفسك فيها مداهم؟ انتي يعني اشوفك ونتقابل، نفسي اقعد معاكي، بحب الشخصيات اللي هي اللي بتدي طاقه والله ايجابيه دي. حبيب حبيب انا حبيب. بتكلم بجد، انجز. يعني انا بحب الناس اللي بتديني طاقه ايجابيه، بعشق الناس دي. انا بقول لك ايه اكتر حاجة نفسك فيها؟ نفسي فيها اشوفك يعني، حد يتمنى يشوف انت قمر اي زي ده كلام، يعني. انت بجد بتقول اي كلام. ليه يا بنت عمر؟ حاجة نفسك طارق، تجيبها، نفسك سهيل، تشتريها. نورة، مينا، ابن قائد، طارق، سليم، مصطفى، تايجر، بيج لاف، كتيب. بص انا من الاخر كده على بلاطه، انا كل اللي نفسي فيه عملته، مش عايز حاجه من الدنيا تاني طب الحمد لله، كويس ما شاء الله. يعني. انا لو مت دلوقتي اموت مستريح، عشان يعني عملت كل اللي نفسي فيه الحمد لله. الحمد لله، كويس والله يا مداهم. يعني خلاص بقى، انت فاهم، وصلت اللي انت عايزه، قابلت محبة الناس وقابلت فلوس وقابلت كل حاجة، فخلاص هكدب بقول اللي عايزه تاني، مش عايز حاجة مرضي، بس ناقصني بنت الحلال يعني عشان تبقى ختمت صح. مبهور ايوه في ان ده شاء يعني، الله انت مش شايفني باذن مشغول مع الآنسة؟ معاكي معاكي. اطلع احسن لك، اطلع احسن لك. حبايبي. بليز بليز، لو دخلنا جولة تانية عايزين نفوز على مداهم. نوريه ان احنا عندنا مستوى، صح ولا ايه؟ انت المستوى كله طبعا، انت عارفة الكتيبة، سمعت طبعا عن كتيب الـ3 سبعات، والله ما سمعت ولا اعرف يعني ايه. يبقى اكيد لسه جديدة في البرنامج. لا انا بقالي 4 سنين في التيك توك، وما انا من قابلت، ايام ميوزيكلي كمان. لا والله ما قابلتكيش ازاي انا؟ والله ما خدت بالي، يا ما بهتمش، انا ما بدخلش في التفاصيل. ازاي المنضف، حاجات المنضف دي ما عدتش علينا يعني غلط، ايه كتيبة؟ بدو ده اخواتي وصحابي.
هنا في طيب الألماني. وسبع 3 7 دي ما هو في آخر، أي حد في آخر اسمه 3 7 ده أخويا بفتي. والله. هو عارفة دول إن شاء الله لما نتجوز ومليك عليا حلفان، بصي لا تبقى ترند. بتقول ايه؟ في يوم من الأيام دول هيبقوا جنبك، تخيلي بقى. يعني لا بصراحة شايفة ما شاء الله الناس اللي عندك ناس كويسة ولطيفة قوي بصراحة. جدا جدا أخ.